الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والرأي عند جاهله ذو خلف بين المرجحين والرأي الواقف، والقول إن خص بنا تعارض فينا فقط والناسخ الذي مضى، إن بالتأصيات بنا الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل، وإن يقم غيره والاقتداء به له النصوم فيما قبل بدا، في حقه القول بفعل خصا إن يكن فيه القول ليس النصا، ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، وإن يكن القول بحكم لامعا فآخر الفعلين كان رافعا، والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه هو الترجيح، وحيثما قد قدم المصير إليه فالأولى هو التخير، ولم يكن مكلفا بالشرع صلى عليه الله قبل الوطح، وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليف بالنص تفا. والناسق بيت كي هوري عشاك ودن بيدان كصوب الله بينا درسي قانو دان أعساق كحيران درسي قانو دان انتي سغالب كهي اوه الرئيضاء وحي كهاد اللي قول إيا فعل استعارضان، أما الله فعل أميد كميدا قول لجير أو استعارضان كبيت كانوا كبل الله ذي هوا مركا بل إنو سكو آذا بيت كانوا كبل الله بينا. والناسق مدك الناسق الأخير ومدك الضنبية إن تقابلا هذا استعارضان فعل إيا وقول قول كاسو جلام مغضي متكررا حالو يهمدك صلى الله عليه وسلم بيت كاس وقوكو شيغشيقو حدين نبيك صلى الله عليه وسلم قول وقو قوله مركب القول كاس وعد كبكتا من أساقكو خاص دو أمد عام كو يهين وعلم دو وصوص عداه أساق مدكو خاصة كبك تصال وغيري صوم يوم عاشوراء واجب علي، ومثال كو مثالين ايه شارحة صوم يوم عاشوراء واجب علي وقول حر أصدقوا سيدا سيري وفعل وقل سمي قول كاس كلافسا ووحل أركيس يوم عاشوراء أصدقوا أفرا هذا الكاس مركو كوها اللي كدي أما كهر الله هذا الكاس مركو كوها اللي كدي أما كهر الله أركيس يوم عاشوراء أصدقوا أفرا واستعارض المركز ستوس إسكاقوري مادن حيال أنو ويت ويهوي مركو هاللهي أن كدبنا أصدقيا أفري أما كهرو أفري شكل مالي واستعارضين لبدو دميت كتن بيا الناسي قوكي هورين نصغي كصعو. والرأي رأي ذو خلف خلاف مدو صاحبة وهي عند جهلي جهلي المتعاقل كي قدال مرأي لغا جهلي قشدي ساكتيس بين المرجح مدر جحي إيا والرأي الوقفي أين اسمو خلاف سيه والرأي رأيك أي رأي العلماء إنه ماذا رأيك هذا ذو خلف خلاف من صاحبه عند جهله جهل المتعاقل لبدا قولك يفعل كمدك قدال مري لك جهل نقشديس أكتير بين مرجح مد رجحة إيا والرأي الوقف مد كتو سنة رأي سنة سوق خلافه هذه مركة وحن صاشيقنا هذه قولك يفعل ك لا يقانك يهريي إن متكدم بيه مكوية الناصر هدين لغاية جاهل نقضة كوه لبادي بوال الله حيا
والحديث هذا الشيء قال النبي إنه هذا الكاسير مثلا وتصالح الحديث كان يقول الشيء قال إنه لقوا أكل فعل كقلاف صنع لكن لو هذا كيه الرجال كيد دم اللي ما كلا يقان مركز رأي علماء واسكوا قلافا سد حينك قبان قول سد حينك قلافا قل واحد هذا قول كلا رجحة معايل قول كدلالة صحيح برا قولك إنه تصو مسألة عن واجب أما هو مندوب أما هو مباح قولك أدو حبري وأنا اللود تشيبه قولك إنه تصو وفعلك هي قولك اللي بدو ده حكمك واحد اللي قوك رأب يهي قولك قول أساسي إيران سأترتي ده قولك للرجحة إيران قول أنا واحد إيران ما يفعلك للرجحة صوت أبيانك فعلك حبرا دلالة حكمك معها دلالة حكمك واحد حبرا قولك لكن بيانك كيف كان الله سمعينا فعل كاكو حقبا ما انت هداد ترى دقف حجك هل كاس لغا حرتا هل كاس كاقو بايسو هل كاس واحا وين مركز قبايساتو كدبا لبدا قول لحرتا واكاس هل كاس لغا حرمدا هل كاس كبح ما انت هل كاس لمرا شن قردد ويسو عليدو واحد على وحي يرئنو كقبط اما وصل واحا وين سن واحا وكقبا لكن هداد ترى واحا كينا انكين عكتا ماشان بقول لك هاي الله قوي سنة هاي عتر على مر سنة الله بقى على الحرامة هذا إحرام كله جلة تلبية ده اللي وده هاي هل كان طواف كيا قبل الله وهذا ما هذا هل كان لبرك عكوتك هل كان صعي قال لك جلة هل كان على الأرض هل كان صعب على قبل هذا وصل معلنا كل ذاتك أنا حكي سكر وعطنا ما يرينا حكي مركز حكي كذا ما يدو أقول أنا ذاتك عادي من حكي سكر ده المسائل اللي ويديني أفعشي لسمينا يا سيدي بقوصة ما يكره قد كان وطوس يكره مارك واحد هذا بيان كيف يده حي عديئك فعل مارك فعلك اللي رجح قولنا هالكاسي ولكن واحد يرى هذين قول كنا لنا حقوق بني فعل كنا لنا مت بريين مت دنبيين الله ما هايو مت رجحيدو واسك حلوسي وقالك تشوك سنة وقالك توقفة قول كاسي فعل كاس استعارضي وقالك توقفة بيت اسمعني شوين تاسم قال قول كي رجحين قال أنا فعل كي رجحين قال أنا حين والله قد وقفا والرأي رأي علمه ذو خلف قراف ذو صاحبه وهي عند جهل جهل المتأقر كي قضاء المرأي لغا جهل لقشدي ساكتيسة وحين اسكو قراف بين مرجح مدوح رجحة قول كامل رجحة من فعل كو رجحة إيا والرأي الوقف كي توبسك رأي بي صدح لاس قول والقول قولكو إن خصبنا أنك حدو لغو قاف مغضو تعارضا قولك فعلك واستعارضيان فينا في حقنا يسكو تعارضيان فقط او كليق والناسكو مدك وحنا ساقينا الذي هو مدك مدى كغي مدى تغي ومتأخر الذي مدى وحل رجي ده ومدك متأخر كا وبيت كورا الوصو الشيغي وقول ممركا وإن أدينة دليل أدينة بمعنى أعلم إن أدينة دليل ودليل كهدو إعلاميو بالتعاصي قد يشعر نبغى فعلك اللغة ديانا والجهل جالي ولغة جاهل نغضى عن المتأخير فيه جهل بكسو بيه ذلك التفسير تفسير كسوهر مري والقول قولك إن خاص بنا أنك أدونك قار نغضى تعارضا قولك فعلك واستعارضيان فينا في حقنا يسكو تعارضيان فقط أو كريئة والناسق مدك وحنا سقينا الذي وامدك مضاتك ومتأخرك وقارما إن أدينا دليلو دليلك هدو إعلاميو أغيسيو بالتأسي كنت يشعرنا بك اللغة ديانا فعلك والجهل هدي لك جهل نقضى متعاقرك فيه جهل كوكسو غيه ذلك التفصيل تفصيل كي صهر مري أو قولك للرجحة فعلك للرجحة ما يوالغت وغفة صدح يا خسوة دي لك جهل نقضى لماذا نبيد فيرو صدح مثلا بس أكوغانا كتبت حدي قولك أنك نقاسي أو مثلا النبي يقول هذا صوم يوم عاشوراء واجب عليكم إذنك واجب لكم إذنك واجب لكم يا هاي قول أمدك قاسية أسأل كبتر الله في عام أسأل سوق لا يما مركز هذا نوحو سمي فعل فعل قلاف سنو سمي فعل قلاف سنو سمي صدح أكل قاضي horta mas'ala horan soo maray tan iyo isaga ka qasmo horay waxaan soo ogaanay ficil nabigu hadduu sameeyo umadu waa kulan ila dalil la helo dhahay nabigu ku qas soo maadan ogey tan waa ka duwan
هذه نبيه قول أمد أمره في الخلاف صنع سميه أصل كويه في الخلاف سوخاسوه هذا لها أصل هذا بكات لغيبه قاعدة لغيبه تيهر واحد قول خلاف صنع أمد ما أمره ساسي إيه وقوله خلاف صنع أمره فعل سميه خلاص أمد وكلامه هدين له دليل كاريري تن واحد أمد قول أمره في الخلاف صنع سميه هدين دليل له نبيه في الخلاف سوخاسوه ومدنا قول كاسة ويالا والوكرة فردية تاسوا عصير عصير كو هدي دليل عدل هلو فعل كانو إن ومد وحو ينقصي ومد اي لو ذاقا نبقى اولا نقا قولو نعم فعلو سمي قلافسا دليلنا والله هلو إن ومد وحو ينفعل كان ونبقو تشريع عام اسمي ومد وقد ديد مركز ان نقا قولك فعلكو استعارضي قولك في أقوال تعارضية سكا تعارض معنا سوى قولك ويال لكن أنه سكا كان تعارضية حيلا قولك إن أنه بنا أمره فعل كان تشريع عامه اسمي مركز دريقة واحدة مرسيني بيت كوري كي هرية ما اللي يقانا به يكي دنبي هدي اللي يقانا بيت كدن بي يا ناس كان هرية ومسو هدان لقولنا بيت كدن بات مرسيني صدح بيه كجرت قولك للرجحة فعل كالرجحة ما يوالغت وغف خلاص بابا انت صور وعلى هذا قول ومد أمره أنا أسأل سوغري مرحب دو قول أمره في القلاف سنو سبيع سجينا وعلى هذا الدليل إلى الله إلى فعلك سو خاصوه أنا أقول قولك نوقاس إلى الدليل له تصي إن فعلك أمد لو ذاكت هذه الدليل له تصي أمد إن فعلك لو ذاكت أنا أقول حقا يقول إسكت تعارضا ما لأسأل إسكت تعارضا ما إلا سو قولك أوليني مركز وعليه ما لا يقان كيهوري ها متأخر كالناسقة لما يقان صوم معها صديح القول يكون والقول قولك إن خاصة هدو غاريهرو بناء أنك أو أنك خاص لديه أنك كريه قاس لديه تعارضا واستعارضا ينقول في فعلك فينا في حقنا أنك حقنا أي اسكو تعارضيا أنك حقنا اسكو تعارضيا ومثلا هدول لا يرادوا الصوم يوم عاشوراء واجب عليكم كاسو اسغي فعل خلاف سنسبي مثلا وافر سغي افر انا كيف كان تعارضي والناسق مركبته واحنا سقان الذي ومك مضات اي المتاخر كاسو وين وبيت كور كتري وا غور ما كيف كان تعارضيا وا كان فيري ان ادين الدليل ودليل دليل كو دو اويسيه في تعصي ان فعل كاس نبغى لوغا ديانا دليل وان لو هي هذا دليل لا يهلم فعلك أسوه خاص فيه قاعدة داسنا وحي رادان علماء المحققين تا مضايق بضان اللوغة قدبا إراد أغاته إلى قاعدة تهي حدي نبقى قول ضدك أمره فعل قلاف سنة سمايو أصل كله فعلك أسوه خاص فيه مضايق بضان اللوغة قدبا اللوغة شكيوه يدلل ضدك قبل والجهل الجهل عن المتعقل اللي جاي جاهل نغضو فيه جهل كان واحد كسبا ذلك التفصيل بيت كده تفصيل كيس هذه متأخر لقيت جاهل نغضو تفصيل كي واحد كسوغا والرأي عند جهل ذو خلف بين المرجح والرأي الوقف كاسا كسوغا وإن يأم يأمه مفعولك يلحد في حرف عرفنا غير ذلك هرمارنا وإن يأم قولك هدو عميمه نبغا إيا وغيره نبغا غير كيس والحال نأو عميمه الاقتداء كرطيشو به النبي اللغوط أيضا نص النص له اقتداء أسوء معضي فما بدا فالخغم خغنك ما الذي كيوية بدا مغضى قبل هري ومغضى وإن يأمه وغيره أضلاب وإن يأمه وإن يأم القول فعلك عمنا يأمنا وقولك قولك أفعلا وإن يأم القول هو نبي هدو عميم وغيره يضبك كلو غير كيسة والحال نقو عميمو الاقتداء ديشو به النبي قال لغو ديضو نص النص وقصو نادي له اقتداء فما قبل فالحكم خبنكم الذي كيوية بدان مغضي قبل هرئ مغضي فنوغو ياهي النبي قال صلى الله عليه وسلم قول عام أخطوكو هذا او أصغو سوغلي أصغي قير كيس بو يسلس سوغلي أمد يا نبي قول سلسو قلال قول ساسو قهل كدبو سمي فق فعل قلاف سن فعل قلاف سنو سمي نس عدان الله يا فعل كان ام امد وغضي
فعل كان إن أمد أقضي يهيده أو تشريع عامي هنا نص الله هيا ما هم ظاهر دليل أطو سيكه أو سؤرور الله هيا سنة وعد مركا أساقنا ويسكى التعارضي أما كان ويسكى كانت تعارضي ليه ومد كدن بأي أخناصي مركاس وإن يا أم هدو عميمو وإن يا أم القول قولك هدو عميمو هو النبي وقول عام أو نبيك يا أمد يسلسه قليا وغيره نبيك قيكي سنوى عميم والحال عميم الاقتداء ضيشو به نبيك القد إذا نص نص له أسو نبي نص قارة أشيغ يفعل كان إلا وقد إذا فأمد خلاص من تعب فعل قلاف سنو نسمي قولك فالحكم حرمكم من الذي كي ويبدا مقضى قبله ومدكي حركوسه وآه متآخر كان ناسقة متآخر كان ناسقة متقدم كنوا مسوق هذه اللي قروا أينا صدح لي يكون وجهت كسعة القول قول خص والله قاري والله خصيصي بفعل فعل لغو خصيصي في حق نبي حق يسال لغو خصيصي إن يكون قول قولك هدو أهادو ليس نصا مدن كعدين فيه النبي وقاعدة أن كلها مضايقة باللغة بحابة القول قول خص والقاسي له بفعل فعل لغو قاسي له في حق نبي حقيسه إن يكون قول قولك هدو يهي ليس نصا مدن كعدين فيه في النبي صلى الله عليه وسلم تنوحي طهي قول عام أي النبي أمر قول عام تكلم كنا قول عام هدو كوهدلو غير كيس يأساقوا يسلتوا أساقوا مسوغلة ويسوغلة سيدا راجع قلا فانا كنتو ويسوغلة قول عام وكوهد عموم كالدلالة دي سنة محايا هاد من نصة هاد مثل ظاهر ظاهر هاد دلالة عام مركا ويسوغلة قول كاسم نبي صلى الله عليه وسلم حقا ظاهر كوهد سوغلة في القلاف سنو سمي ما دام الدلالة دانو أي تحي ظاهر أو يسن نص أخين في القلاف سنة أوسمي في الكاسوح وخصيصة يا قول كاس ما بيقو كسارة رحل في الكان سوو خاص وي قول كنا أمد ويا لفظ عامه وقو أمر أمد لفظ كاس عام كان سوو سوو قلا دلالة ديس وحيو كو سوو قلا ظاهر عموم في القلاف سنة أوسمي في الكاسوح وخصيصة يا قول كاس ما بيقو كسارة يا صلى الله عليه وسلم ما بيقو في الكاس وخاص لو قد ما تدلله ومدنا قول كاس ويال القول قول خص والخصيص بفعلنا لغو خصيص في حق النبي حق إن يكون قول هدو هذا ليس نصا من النص وهاي فيه في النبي ووصال كيوك له أو نبي وصال كنه يسي عاما ومد وقنه يسي إن معلين انطلع الصومة أيضا هبينك وحل قنين الله أفريمانتي دمال لغو حريري وحاد الله بهاي وقول عاما لكن فعل أسيقي سميه أسيقه وصال سميه أحريري فعل كاس أسوه خاص أفرط مرة كبدا لم يقو سكره صلى الله عليه وسلم أسيقنا سقالا نكح المرء قولان طي فعل كاس أسوه خاص فعل كاس أسوه خاص ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال ولم يكن محصل تعارض الأفعال أفعال استعارض الدين افعال اسم التعارض في كل حالة حالة كستة محصل حالة من الأحوال حالة كمثل هل كان يقول كل شيء قول هدان لهيد ايه لبف إلو مجرد كلية عيبا لبف إلو مجرد كلية حضيتا أرنت في إلو سمية هدانا في إلو قراب سنو سمية وقت كلي افعال اسم التعارض محايا لي ليس للفعل عموم سيدي سبب فعل عموم ملك لا عموم له الي رضا الفعل لا عموم له الفعل لا عموم له سو ما جيدين لكن مرانا ليه جيرني مرانا ليه جيرني فعلك هدي نفي كوريه عموم تصا ما حصل سطا نفي فعلك تو كوريه عموم تصا معايا لفعلك وقو تصا حدث في الزمن نفيه مكا وقو كو دعي حدث في المستر كي مستر كي وانا كيرو نكير في سياق نفيا كصوب حيدا هي حد يرون لنا الفعل الله عموما له الشقاء اسم الله لبدا مثلون قال لنا ابو بدوحها فعل ما بيكون دواقي من لم يفعل كذا مثل لا تفعل كذا كاسو اهمت عموم كسو غلي تما وحيت الفعل كان لنا عموم مله وارين ما بيسمي
ما هن كلمة فعله كده واقع لا لا كلا جرو كلمة فعله ما كله واقع كلمة فعله كله واقع مو مفيد مس مفيد ده واه لا بتو كلا قادم دين في كاره من اللي كاره يو مو فائدينه كلمة دام هدوس كاره هنا ما يطلق فائدينه ومركز واحد لقى له كلمة كله واقع مركز يقول لي ألف ألف عروة مو الله هانا أهل السمية على كحدو ها كلمة بما أهل السمية وأهل السمية واي مركز فعل عموم ملك مركز طو فعل السمية لقى فهم ما وقت كاستساس الله سمية ماذا لقى فهم هدو مركز طو سكر السمية لقني ما يواجس تعارضه هاي الأول بكيهر لقى فهم ما ينمروا بإنساس الله سمية محاكمة التراضية كبرة هذا فاس أنك لدي الأبران فهم كيف الأفائدة بدي سجود ساوي قبل السلام مر نبي صلى الله عليه وسلم السجود مر بعد السلام السجود وفعل الله لا عموم له مدور بوابنين صلاة الخوف تضبن أكلت كده تضبن أكلت كده صلى الله عليه وسلم مركو كيفية أتكده مركل مركو كيفية كان أنتو كده لأني ما هو استعارضي لماذا كيفية حيلا ميد دي هوري أول بديدي ما ينوح نوع عصان هين ليه ما ينوع عن كلي الله سمعي كرا كيفية ده فعلة إيه عموم ملا هين وأهمر هو البساس الله سمعي ما هين طب درادة ميد الله ميد كان أنتو كتبه وعن نظيف نبطلو وكو عن صحي وكو عن صحي كريدي كبالا كتاب رفع اليدين صلاة مركل لحرانا الله أكبر تي يقعمو إلي هل مرحس للسعودان الله أكبر فاصل إلا وفعل لم يسميه إليك عموه بها الرئيان الله أكبر والله أكبر تنبين إن الله أكبر تهو الرئيان الله أكبر فاصدح فعل وصدح دوا النبي يسميه صلى الله عليه وسلم إلا قرسيك عما مركة كرلوك هذا لبارك قربك آت كودة وفعل لم يسميه صلى الله عليه وسلم إن مركون أنت اللوغة قادو لقاها فروق الأدنين لقارسية وفعل كالي هذا ما رسك السمية إن قعمها الله يسكر السعر وصاص الله يسكر السعر حبت كان الله السعر وفعل نبي سمية إلا قبطول لعن توبيانا وميت كانوا سمية ما يستعارضا ها ميت بمر سمية أفعاله سمى التعارض وقاعدة مهمة ولم يكن تعارض لكن اتفاق ما هن أبوه ولم يكن تعارض اتفاق ما هو قول أهل العلم قبل القضاء ها القاضي باقلاني يقول ولم يكن محاصل تعارض الافعال افعال استعارض الدين في كل حاله حالات كما تعارض حاله من الاحوال حالها كم حتى قاعده ايضا لو قضى تطبيق اذا مركه قبل سوق خلافه وارك دون وان يكون قول قول هدو يهي لامعا اي وارد من سو اروري بحكم حكم كسو اروري فاخر الفعلين لبعض فعل مدك الدنبئية كان وقوهانا رافعا مدك وحنا الصغر وإن يكون قوله قولها الدوء هذا لامعا أي واردا مدك سواء أروري بحكم حكم فآقل الفعلين لبعض فعل مدك الدنبئية كان وقوهانا رافعا أي ناسخا مدك وحنا الصغر حكم كسوية بيت كان بيت كان الله سعودها لبعض فعل اسمات تعارض سلمتهم لبعض فعل مدك هذه قول الله سعود لبنو ذا مد هذه قول صعب ومسألة قول قصة أرارك حكم السوق مركز فعل سمين هذا هو هدنا فعل كلا خلاف سنو سمين مركز ويسن السقية سلالة مركز حكم إثبات قول إثباتي قول قصة أرارك نبيك بسلالة حكم كيدا وكو إثباتي أما آيادة قصة أرارك بسلالة حكم كيدا لكو إثباتي حكم كي مركز لإثباتي كقضال الله فعله استخلاف سنوكتب أما كهره يكتب مركز واستعارضيا ما هذه المسألة قول بك وشيره واستعارضيا مسألة أسل كده قوله صغي الله فعله استخلاف سنوكتب واستعارضيا في حد أن كن مثالين يكون مثالين علماء وحيرا هذين قفك قول تنقب مسألة أنقب وليه صلاة خوف وذلذين تضبك كيفية أيام نبي أتوك كذا صلى الله عليه وسلم قوله كتير مثل هذا قولك كتير ويقول يوامدك عامك صلوا كما رأيتم من أصلي أتوك كذا كيف كي يقاب كآت أركين أنه أتوك كذا
قول كاسا وخو اثباتيه كيف كان نبي اتكدو ان لو اتكدو كدبو كيفيوين كلا دوان اتكدو سماهان كيفيوين كمدة او دم بايدان ناسقا انتا ولا منصوخ فاسو ليه سيداس ايولي سيداس ايولي وإن يكون قول قولك أدوى هذا اللامع عمد كسو أروري بحكم فآخر الفعلين لبدا فعل منك الضباء يكان رافعا وهانا والكل تمام أفعاشا صحيح وصحيح عند بعضه بعد قاسم القاضي باقلاني وكنت المامي ناظم كشارح اسم وانا من السلاة السواب كده ومامي دحس السلاة السواب كده وحي طاي أفعاشا صوت من إنه صحيح مرة استعارضي مرة استعارضي حيلا نبقى دويري صلوا كما رأيتم نأصلي هل كيف يوتك لما تنوى أرنى سوتك وتكين تنوى أرنى سوتك وتكين تنوى أرنى سوتك وتكين دعاء الافتتاحة انت صنوعة كصورة وتكين التحيات كانت صنوعة صورة وتكين مدبا مرنكو التحيات سينا صليك انت صنوعة صورة مدبا مرنكو صلينا إنا انت واسمي مركا قول كاسوي قول كصحيح والكل أفعاش أسقن أنت صحيح وصحيح انت بعضهم قولوا ماذا قبل كود أكتور ومالك لكن مالك روي الله أقنا روي وحي اللي قوري عنه مالك الترجيح إلا كلا رجح أفعاش أس أفعاش أس كلا الدول إلا كلا رجح مالك ساسا اللي قوري ساسا اللي قوري هل كلا رجح مالك وحي لرجح أولي متك قشوع وقود دو وقونا دقاقية صلاة الخوف أو كلا مد خشوع الصلاة وقود وقود دقاقية تسلو تكنو هل كلا رجح أولي ومالك مالك هو وحي لا غوري عن مالك اترجيح كل الرجيح وحيث ما مال الله ماشي قد الدماء المصير مرجع لوايو اليه الى احد الفعلين لو لابطو فالاولى سيده حقنا ما بدنا هو تقير كل دورشدي قاطق الان مركز مالك حليه هل لك الرجح لبدا كيفيه كيفيه انك صلاه القوف هل لك الرجح هدي مرجح دليل لو كل الرجح لواينا تقير الادم كثر تصميم كاثر التصميم وحيثما مال الله ماشي قد قدم اللواي المسير أي المرجع ولا رشو إليه إلى أحد الفعلين الله لابطه هدي اللواي فالأولى سيدة حقن ماذا بضانو التقيير وكلا الدورشو ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع هل كاسي نوغا هرين أفعاشي سيدي لو كلا رجحي سيلا كلا ولم يكن نبي ما هين مكلفا مثل مكلفا بشرع شرعي قبل الوطء قبل النزول وحي وحي سو دغيديسا كو صلى عليه الله الله كصلى النبي هو امام ولم يكن نبي ما هان مكلفا مثل مكلفا بشرع شرعي قبل الوطء قبل النزول الوحي وحي سو دغيديسا كو صلى عليه الله نبي الله كصلى الله امام بيكن عنيس ويسك قراسي سيئ وغوية هاي نبيك صلى الله عليه وسلم انتان وحي سود دقين احد النبيالك كميدا شرعي ديس وغو ما كلفين الله مدنين كو عباديس ما لغو كلفين وماشا اصولين تو اي كعبران متعبد معها ولم يكن متعبدا متعبدا ومعمورا مكلف وكعبر شيخ لكن اصولين تو ايوب ليه انا يرهدان متعبد ولي بس إذا الله شغله يسكو قرافانه قرن متعبد إيرادا قرن متعبد متكو إبادة يستوي هذي لنا متعبد هذي لنا متعبدنا أي مأمورا مثل الأمري وي الله هو أدون صدي ومثل الأمري مركا نبيك صلى الله عليه وسلم إنتان لو وحيون نبيالك كوري مت كميدا شرعي بيس أول الأمري متشري متشري هو لا نبي إبراهيم ولا نبي كالي وح نبيا oo sharci lugu soo dejiyay Nabii Muhammad (NNKH) sallallahu alayhi wasallam oo yiri ku cibaadeeyso ma jiro sababtoo ah taklifku wahyu raba ah wahyigi amray qabla wahyiga bal wiiri moqta in lugu yiri marka waa lugu kalifay wahyiga rabta yaa wahyiga lugu soo dejiyay marka waa sidaas wuu huwa nabiga iyo wal ummatu ummata كل فعل بدو ولا كلفي بعد نزول الوحي وحي سو دغيديسا كغبال الا اذا انتفت تكليفه
تكليفك إنه مقنادا ماهانه بالنص نسك مقنادا وقيل وحر الله لغم كلفين والخلف قلافكنا فيما قولون كيو هذا الشريع اللي تديه ولم يكنوا صنعهين دائم دليل ايري إليه قولون كاسمعا مثل مقليف وهو النبي قال والأمة أمة كلفا ولا كلفا بعد نزول الوحي وحي السودي دي سكا قال الا اذا انتفى التكليف تكليف كاس انه انفهم مقناه ما هن بالناس الناس نكون مقناه وقيل وحر الله لغما كلفين والخلف ماشي ليس خلاف سيه في ما قرن كي ويشرع لتيدي ولم يكن دائم دليل يريان اسرهين اليه قرن كاس سمع مثل المقلق بعد نزول الوحي مركي الوحي سو دغاي كا غدال نبي يا امديس ما لغو كلفي شرع من قبلنا ومساله اي رهدان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي في شرعنا ما ينسخه جمهور شايف انه يرهدو شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم ياتي في شرعنا ما يثبته قاعده اسوي ولا قاعده ككل دكتان وجمهور ترى يرهدان شرع من قبلنا شرع لنا ما بيالك نغري شرع بودو شرع نويه وغارما ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه وهدوصا شرعنا نكو إما وحنا ساقا شافعنا عكس أكده وإذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا نبيالك نقول الرئيي وحي شرع أوها أنك شرع نومعهم ما لم يأتي في شرعنا ما يثبته هدو شرعنا نكو إما دليل سغي ولا إذن كنا كرع سلاد أس أساس لسوك لسيه ويهلقا waa marka la rabay ku shar'u man qablana alas laga hadla wa si loo fahmo shar'u man qablana sadax u qaybsay si aad u fahanto shar'iga laga hadla oo leeyahay mukallaf ma kun mahay bisa kuma nin oo dad mid kale ugu qalbay shar'u man qablana sadax loo qaybiya quraanka iyo sunnada sheegeen in shar'i uu ehed nabi naga hurriyay waa mid حكم كان إنه شرع أو أها النبي نجاه الرئيي كتاب في السنة الشيقة كاسوا واجب إلا عقيدة يهورتا إنه يهي شرع من قبلنا ويكو مدنا ضدك الشيق شيقة يو إسرائيليات ويهي كتاب في السنة الشيقة إنه سنولغيس وحس إلهي شرع كبير أو سن شرع من قبلنا حين تاب في السنة وحي شيقة يهي حكم كاس إنه سن شرع من قبلنا حين لكن إسرائيليات والغسوة نقلنا إنه يهي شرع من قبلنا كاسنا وإلا في الديوه ما نبنان إلا عقيدة يشرع من قبلنا إلا متك صدحات كتابك السنة إثبات مايان أنفين مايان إسرائيليات كنوا الشيقين ومتك نقول إيه صلى الله عليه وسلم لا تصدق بأهل الكتاب ولا تكذبه ولكن أهل الكتابك مثلا عن إنين عطين أهل الكتابك هنأوا رمينينا هنأوا بينينا هاو الرومانينا واحد اعكرت انه بامتاي الا واه بدلين دين كودي او ويحي اي بدلين اويا مركا واحد اضو الرومانينا واحد واحد دين هنا الدين هانو الرومانينا هانا كوبيرينينا واحد اعكرتا بين لو كرون كما عاقنا اي انا رون كاشيقا يانو كتاب كودي كويل صدح داسا هورت الله قيبيا شرع من قبلنا مدك اللي اسكو قلاف سيه انك شرع من نوية مثلا نوما اهان وامدك كتاب كي سنادو اي شيقين انو شرع اوه نبي لغه الرئي horta kaas wey ugu labada kala ma halkaas ma shiiqo ku sheego oo wuxuu ku yiri wal khulfu mid kale isku qilaafsan yahay fi maladiki wala shuruuca la jideey oo sharciga iyaga lagu sheegay shuruuca waa saad waa wixii aayad quraan sheegtay nabi niga horay inuu ahaa xuquuq ama xadiis ma bi sheego saxiix kaas wey horta mid kale isku qilaafsan ee israa'iliyat iyo wax reer bani israa'il laga soo naqliyay inaysan anaga sharci noo ahayn waa ittifaq taas waa ku hadana midka sharciga iyaga lagu sheegay inuu sharci u ahaa nabi naga horeeyay a saddexdana loo qaybaa fiiri ayada sheegtay ana xadiis aan sheegay inuu xukunkaanu sharci u ahaa umad naga horeeyay oo nabi naga horeeyay ilaahay sharci wadiga saddexa loo qaybina kan ugu horeeya sharcu min qablana sharcu lana bila khilaaf nabi naga horeeyay umad naga horeeyay sharci allah wadiga anagana sharci ino ta khilaaf ma malee salaad waate taabki sunnada waxay sheegeen inuu sharci u ah nabi naga horeeyay iyo umad naga horeeyay
annagana sidiyana la amr oo sharciyana yaan amqay oo waafaqay sida qisaasta oo kale ilaahi wayna subhanahu wa ta'ala tawrat markuu ka waramay wuxuu yiri wa katabna alayhi fiha wa katabna waxaan ku waajibinay alayhi heer banu israa'il fiha tawrat lixdeeda أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وقصاص النف قف كيد دي له نف ووحوة محترمة اللقاء حرمي قف كيد دي له إلا قصاصة قف كي حبين قوينة اللقاء قوينة تورات ساسا كله واتبين إلهي ليه بن رسول آيات أسوحة عدين قصاص إلهي تايشارك من قبلنا آيات كلاوحة شكت أنغان إلهي إلهي واتبين أمكن إما لكرب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى مركا مسألة أيضا إجماع وإعتراف ملك حاجة إسكت مسألة الله بيضا شرع من قبلنا شرع لنا باتفاق ومسألة كلا الإسكوة فصيح إنسان شرع النقطة وتصوام حي كتابك السنة هرت الوشي يقولون كانوا إنه شرع أها ummat laga horeeyay ko anagana mas'ala ku sheeg inaan ku waafaqay ha mas'ala ku sheeg ayada mahdiid alaa idinku kuma jirtaa sida mithal ummadii naga horeeyay asaashi iyo culaysyaalkii ilaahay ku waajibiyay ha asaarti iyo afqaashi culaysyaalkii oo ay kamid yihiin haday toobad keenayeen in isdilaan markay toobad keenayeen markay dambi galaan ha fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ilaahi waa naga fidi amar oo ay kamid ahayd najaasta meeshii ku dhacdo in la gooyo ee aan la dhaqay kaadu markay soo baxday meeshii ka soo baxday atay dhaafto oo jirka meel kale uga dhacdo ma qasay ku jiri jiray taas waa waajib ku leh kuma banaana in yiraahdo ma mayrayna ilaahi waa naga rido saxii muslimka waxa ku sugan nabigu markuu akhriyay sallallahu alayhi wasallam rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltu ala alladina min qablina إنه يري قال الله قد فعلت إلهي وحي رواء إن كير إذنك ويري قرر كالنص ثاني لك قرر أمك كاسنا هو شرع من قبلنا ليس شرعا لنا باتفاق متك صدحات ومتك قلاف الكوشرة محل كقلافك ومتك صدحات آيات يحديثة من عديي حكم كانون شرع وها ما بي نقهره وما بي نقهره أنك إنا لأمرين مشيه إنا لأمرين مشيه كاسو يمتك الاسواجت jumhurtu waxay leeyihiin waxa ilaahay noogu sheegay inaan ku cibra qaadano raacno ha nala kugu ma sheegay wax kale hikmadda ku jirta waxay tahay nala kugu sheegay inaan raacno adilla bada anna wa uhayna hayrada waana ku dheeraaday shinqiidi salaadaas ad ku isbaafiyo wa ku dheeraaday salaadaas naqashkeed tu saare ilaahi weyna wuxuu yiri laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ka warramida umadii hore laga warrama ibra ku sugan dadka aqliyalka nadiifka ah ee uu sugan marka waxa ilaahay noogu sheegay in lagu cibra qaato la raaco oo waxay kulluneena laga leexdo waxay ku hanuuneena lagu hanuuno ayada badan aan ilaahay noogu waxa kamida 18 nabiga ilaahay sheeg suuratu an'am markaas ilaahay yiri ulaa'ika alladina hadallah kuwaasu waa ku ilaahay hanuuniyay fabi hudaahum muqtadi hanuunkooda ku dayo nabi maxamed alayhi hanuunkooda ku dayo amagana ma biga mala amreena baba adahay ah kanu ga hareena iyo adilla far badan oo kale marka mas'alada raajicana waa mid daas sidaas waxa qiraafi shafi'i shafi'i wuxuu leeyahay shar'un man qablana laysa shar'an lana hadaan shar'iga laga heli dalil isbaatina hunayr ayat quraan u hayn ilaahu wuxuu leeyahay li kulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaj ha li kulli ay li kulli ummatin ومد كستا جعلنا وحاموية لأن منكم يدين كحالتين شرعة شريحة يوم من هاتف طريقة المرة حيطة حكم كوديان راعة إلهي وإلهي إلهي وإنهي بإنك للدوي سيدة سولي وحالي الكور آيات بان أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي هنون كود كود ضيئة لليه وعلي هنون كل شيء وعقيدة عقيدة الديمو اسكما كلافان عقيدة الدين اسكما خلافان الله وحي هنونه والله قد ضينا آيات كان اساسا لوضح بارا اول اسكو دين اللي دين جدي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح آيات داس او شيغا اذا شمت اولو العزم الهي وحي اجري اي وحي هل دين هنا يطمان وحي آيات كانت وحي شيغا وعقيدة الهي كل يسهل عابدوي
سلاس وي جمهور تم وحي كانتن حجه او قاطعه او وحو ان تصيده مساله جمهور تني راجع وحي ردن مجاهد بن جبري او وحو ويديي عبد الله بن عباس صحيح البخاري وكسغان وانا اني سو نقليه شرحه من اين اخذت سجده في صاد سوره صاد عبد الله بن عباس وديك سجوده مركه تلاوه مريده هلكات كقادت حكم كاس الا سجوده ما هن ما طال ماشي سجوده كاد كقاد وهو يري وعن كقات ايته كجيرت سوره الانعام ومن ذريه داوود في ومن ذريه 18 كما النبي داوود كجير 18 كود النبي محمد عليه الرحمه صوما كديو وهو يري مركا فسجدها داوود سوره صارنا وحي شيغي النبي داوود سجوده وخر الراكع وانا فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام كد يلا يري نبي محمد واس سجود نبي محمد واس سجود صلى الله عليه وسلم في ريما حديث كان صحيح البخاري مخو عطينا وحي لا يري اوغا دايو اني سان عقيده كلي اهين حي سجود تلاوه واجماع اني سان عقيده اهين الا سجود ان شرعت هل عقيده لكن الا سجود ما هي عقيده اجماعي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام فرعه وغطي مريالك كوري هذا كاس محان عضاتي إن أي تدين كودي وطم وغطي وحي أن لقاه فيه ساسا كو عضاتي مثل هذه إني فاتح الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.